اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم استوديو الاخباريه، وقدمها انا عزام العبيد. اولى محطاتنا واولى فقراتنا هي اخبار البلد. نروح نشوف الثلاث اخبار اللي عندنا اليوم. طبعا مشاهدينا، العنوان الاول معنا لهذا اليوم هو من وزاره العدل، وهو تصريح طبعا من الوزاره بانجاز 52 مساهمه متعثره. ومعنا للتعليق على هذا الخبر الشيخ صالح النفيسه، رئيس دائره المساهمات العقاريه في المحكمه العامه بالرياض. حياك الله الشيخ صالح. حياكم الله، يا اهلا وسهلا شيخ صالح. يعني لو تعطينا فقط يعني حيثيات وتفاصيل هذا العنوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر لكم الحقيقة إتاحة هذه الفرصة لنبين للمشاهدين والمشاهدات الكرام عمل دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض. فهذه الدائرة أنشئت بقرار من مجلس الوزراء، تلاه قرار من مجلس القضاء الأعلى لافتتاح هذه الدائرة، وبدأت عملها في مستهل العام الماضي. وكان العمل في الحقيقة حثيث ومستمر وفق خطة معتمدة من المجلس الأعلى للقضاء، حتى بفضل الله الحمد ثمارها للجميع بإنهاء العدد المساهمات المعلن. فالحقيقة صور المساهمات عديدة ومتشعبة، والمساهمات العقارية هي تجارة موجودة ورائجة في بلادنا منذ فترة طويلة، نظرا لهذا الحراك الكبير في العقار ولله الحمد في النمو الاقتصادي. ففتح المجال كثير من الممارسين العقاريين لعمل هذه المساهمات، فبعضها تعثر والبعض الآخر قد يكون نجح وأفاد الناس وجعلهم يقبلون عليه. فكان هناك نسبة يعني لا بأس بها من التعثر لأسباب كثيرة سنوضحها إن شاء الله أثناء الحديث، ولكن الدائرة ولله الحمد بناء على الخطة المعمولة لها استطاعت في الأشهر القليلة الماضية أن تنهي هذه المساهمات بكل جدارة ولله الحمد، وإيصال الحقوق حقوق المساهمين بأقصر طريق أمكن، لأنها مختصة في هذا النوع من القضايا فقط. وترعى والدائرة أيضا ترعاها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء حتى تؤدي يعني ثمارها بسرعة وباهتمام شخصي من معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وفقه الله. فكما ورد في الخبر يعني وصلت عدد المساهمات المنظورة قرابة 196 مساهمة، وأنهت الدائرة العدد المعلن قرابة 52 مساهمة تقريبا، وفي الطريق إنهاء الباقي إن شاء الله في القريب العاجل. جميل شيخ صالح. طبعا هو الأكيد بأن موضوع المساهمات العقارية وتحديدا المتعثر منها يحتاج إلى تفصيل أكثر، فبمشيئة الله عز وجل ستكون قضية أو إحدى قضايا استوديو الإخبارية الأسبوع القادم، وسيتم التواصل معك حتى أنه تطلعنا على تفاصيل أكثر في يومها بإذن الله. أنا أشكرك الشكر الجزيل على التواصل معنا اليوم وعلى إعطائنا هذه التفاصيل، شكرا جزيلا، يعطيك العافية. طبعا مشاهدينا، العنوان الثاني معنا في فقرة أخبار البلد لهذا اليوم، الأحوال المدنية تطلق خدمة جديدة وهي خدمة التعريف الإلكتروني، ومعنا الأستاذ محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية للتعليق ولإعطاء تفصيل أكثر حول هذا العنوان. حياك الله أستاذي. حياك الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا. يعني ودنا أنه يعني تفصيل أكثر فيما يتعلق بهذا العنوان، الله يخليك. أول شيء نشكر لكم تحت الفرصة لنا تعليق على هذا الموضوع. طبعا هذه خدمة من الخدمات الإلكترونية اللي أطلقتها سابقة الأحوال المدنية، وراح تكون في خدمات إلكترونية أخرى إن شاء الله متتابعة إن شاء الله. طبعا معالي وكيل وزارة الداخلية والأحوال المدنية أستاذ ناصر العبد الوهاب دشن خدمة التعريف الإلكتروني، وهذه الخدمة تقوم على أو تهدف إلى توفير الوقت والجهد للمواطنين وعدم مراجعتهم لمكاتب الأحوال المدنية، وأيضا تطبيق
الحكومة الإلكترونية إن شاء الله، التحول الإلكتروني للخدمات والتحول من الأشياء الورقية إلى الخدمات الإلكترونية. هي بكل يعني بشكل مبسط يعني كان في السابق الابن أو البنت لما تراجع لحول المدينة إصدار بطاقة الهوية الوطنية لأول مرة كان يتطلب وجود مثلا ولي الأمر أو المعرف اللي هو والدها في بعض الحالات، فحاليا راح يكون الأب يقوم بهذه المهمة وهو في منزله إلكترونيا عن طريق حسابه في أبشر، يقوم بالتعريف على ابنه أو ابنته، والابن يراجع بنفسه المكتب الأحوال المدنية أو البنت تراجع القسم النسوي في مكاتب الأحوال المدنية، وتقوم بإجراءات إصدار الهوية الوطنية دون حضور الأب، يقوم بهذه العملية الإلكترونية الأب بالتعريف، ويكون واضح لدى الموظف أو الموظفة أن ولي الأمر قام بالتعريف على هذا الابن أو البنت. جميل، طبعا الشكر الجزيل استاذي ويعطيكم العافية، وصراحة مجهودكم يعني يذكر وتشكرون عليه حقيقة في الأحوال المدنية، فالتحية والشكر والتقدير لكم، شكرا جزيلا. مشاهدينا طبعا العنوان الثالث معنا في هذه الفقرة وهذا اليوم، بنك التنمية الاجتماعية، وهو طبعا بنك التسليف سابقا يطلق عدد من شرائح القروض الاجتماعية، ومعنا للتعليق على هذا العنوان الأستاذ عبد العزيز الناصر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي كذلك لبنك التنمية الاجتماعية. حياك الله استاذي. الله يحييك سالخان أهلا وسهلا. يعني إحنا سمعنا كثير وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وعدد كبير جدا من الصحف يعني أنه هناك بعض التغييرات فيما يتعلق ببعض الشروط والاشتراطات والخدمات وما إلى ذلك، فودنا تعطينا تفصيل أكثر لأنه دائما البحث عن المعلومة يأتي من المصدر. سم الله يسعدك، أحييك أخوي عزام، أحيي الزملاء كلهم في القناة الأخضر، أشكركم على متابعة الحدث أول بأول. الفكرة الآن أنه ما هي اشتراطات بقدر ما هي تنظيمات جديدة، البنك دائما يسعى للتحديث للتطوير للتسهيل، وعبارة تسهيل هذه لكل مواطن يريد أن يقترض قرض اجتماعي بدرجة أولى، أنه بإذن الله تكون التسهيلات يعني تتطور وتتحدث وفقا لمعطيات التغيرات بشكل عام في البلد. جميل. في السابق كنا نتكلم عن موضوع يعني القروض ووضع القروض بالنسبة للمواطنين، الآن أصبحت هناك أصبح الشرائح الجديدة للقروض الاجتماعية الجديدة، وأركز على القروض الاجتماعية الجديدة، السابق لم يدخل في هذه الشريحة، السابق إن شاء الله أنها يعني يستفاد من هذا القرض، ونسعى دائما أن نحث على السداد لكي يستفيد الآخرون من سداده وينتظم أيضا في السداد، وهذا أمر إن شاء الله دائما نطمح إليه من قبل المقترضين. الشرائح الجديدة أصبحت الآن ميسرة بحيث أنه المواطن إذا أراد أن يقترض فيقترض على قدرته على السداد ما بين 300 ريال إلى 1000 ريال لمدة 5 سنوات اللي هي 60 شهر، إذا أنت قادر على سداد 400 ريال نضرب 460 فيطلع لك المبلغ حتى 18000 ريال، تقترض 18000 ريال حتى ما تدخل في موضوع انه انا اقدر اخذ قرض 40000 ولا اقدر اسدد مثلا القرض او اقدر اسدد القسط الشهري، القسط الشهري متعلق بقيمة القرض اللي انت تبغاه، قديش انت تقدر تسدد؟ ممكن احنا نعطيك على قدر سدادك مضروب في 60 ما بين 300 وما بين 1000 ريال، لا يوجد قرض، لا يوجد قسط اكثر من 1000 ولا يوجد قسط أقل من 300 وعلى مدى 5 سنوات. لكن لن تزيد المدة، المدة هي 5 سنوات. هي المدة 5 سنوات، في السابق لم يعني في السابق تختلف المدة على حسب القرض، يعني بعضهم يأخذ 40000 لكنه مجبر على أنه يسدد تقريبا حدود 1500 أو 1400، وكانت هذه في السابق يعني قد تكون مرهقة إلى حد ما، البعض يشتكي منها، الآن البنك قاعد يطور يحدث كل لوائحه، وهذه لائحة جديدة تفيد كل المواطنين، قدر ما تستطيع أن تسدد قدر أو تستطيع أخذ قرض اجتماعي بشكل عام. جميل، أنا أشكرك أستاذ عبد العزيز، شكرا جزيلا على التعليق وعلى المشاركة معنا اليوم، شكرا جزيلا ويعطيكم العافية. طبعا مشاهدينا أخبار البلد بكذا انتهت، نروح لمحطتنا الثانية اللي هي القضية.
مشاهدينا طبعا قضيتنا لهذا اليوم على طاولة استوديو الإخبارية هي قضية وكالمعتاد احنا ما نختار الا القضايا اللي تكون مشغلة الشارع العام شوي واللي في أسئلة كثيرة وتساؤلات كثيرة حولها. وزارة الصحة قبل أسبوع من الآن أو أكثر شوي صرحت بأنه أي شخص يملك تأمين صحي سيتم الاستفادة من هذا التأمين بأنه يتجه إلى أي مستشفى حكومي وتقوم المستشفى بعلاجه وتقديم العلاج اللازم له. هذه التصريحات وهذا القرار اليوم على طاولة الاستوديو الإخبارية بالتفصيل حتى نشوف هل هو إيجابي، وإذا كان إيجابي وش الإيجابيات، وإذا كان في بعض السلبيات نناقشها بكل شفافية، لكن بعد التقرير. شرعت وزارة الصحة في التعاقد مع جميع شركات التأمين للمواطنين تمهيدا لتفعيل التأمين الطبي على المواطنين قريبا، وأن الاتفاقية ستتم مع جميع شركات التأمين، وبدأت مع عدد من الشركات وما زالت تواصل معها لترتيب البرنامج بشكل جيد ومنظم بما يحفظ حقوق الوزارة والمستفيدين تمهيدا لتطبيقه في كافة المستشفيات دون استثناء. وشددت على أن المواطن يقدم له العلاج من كافة المستشفيات الحكومية حتى تفعيل نظام التأمين، وأن امتيازات العقود المبرمة تتيح لكل من يملك بطاقة تأمين سواء كان سعوديا أو مقيما للاستفادة من الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية، على أن تحصل الوزارة على التكاليف لاحقا فيما تغطي الخدمة مرافق وزارة الصحة المدن الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات الطبية التابعة للوزارة. فهل سيكون هناك خططا مجدولة لتفادي الزحام في المواعيد؟ لبرنامج السدر الإخبارية، عمر الجراد، الرياض. طبعا مشاهدينا للتعليق حول هذا الموضوع، انا مثل يعني ما ذكرت لكم في او قبل التقرير، يعني اكيد انه اذا كان هناك ايجابيات سنتحدث عنها بكل شفافيه، اذا كان هناك بعض السلبيات فاحنا دائما نقتنب بالناء. الاستاذ عادل العيسى المتحدث الاعلامي لشركات التامين معنا هنا في الاستوديو للحديث حول هذا الموضوع، حياك الله استاذي. مرحبا مرحبا. وكذلك طبعا التحيه للدكتور عبد الوهاب الخميس مستشار في التامين والنظم الصحي، حياك الله. اهلا وسهلا. يعني نبدأ أستاذ عادل، أنت متحدث باسم شركات التأمين يعني، وكنت كانت لك مشاركات عديدة معنا، خلنا نكون يعني خلنا ندخل على طول في المعمعة. إذا جينا نتكلم عن هذه النقطة، إذا الآن وزارة الصحة فعلا ستتيح المجال، أنا أبغاها من نظرة تأمينية، يعني من نظرة عندكم أنتم يا شركات التأمين، إذا فعلا قامت وزارة الصحة وكان هذا القرار يعني 100% وبدأ على أرض الميدان وعلى أرض الواقع بأنه الشخص اللي يملك تأمين صحي يذهب إلى المستشفى ويتم علاجه من خلال الاستفادة من هذا التأمين طبعا، نعم. هل هي إيجابية ولا سلبية؟ خلنا أنا أبدأ معك على طول بالسؤال. وشي بسم الله الرحمن الرحيم، بمسأل عليكم جميعا والسادة المشاهدين. الحقيقة الخبر اللي أنا قريتها هو أن وزارة الصحة تعاقدت مع شركة تأمين للاستفادة من مستشفيات الحكومية مع شركة واحدة كمرحلة أولى. جميل. يعني معناها هم عملاء الشركة هذه هم اللي يقدرون يستخدمون المستشفيات الحكومية اللي تكلم عنها. تفاصيل الخبر ما هو عندي أكيد، ما أعرف إيش التفاصيل، بس الحقيقة طبعا هو خبر إيجابي أكيد 100%. ليش؟ خبر إيجابي للجميع الحقيقة، المواطنين والمؤمنين. أول شيء طبعا دخول المستشفيات الحكومية في الخدمة يوسع من قاعدة المقدمين الخدمة. إحنا الآن في القطاع الخاص على كثرة المستشفيات لا زالت محدودة، طبعا لما تضيف لهم المستشفيات الحكومية أكيد هذه ميزة صراحة لكل من يحمل بطاقة تأمين. نفس الوقت هي ميزة أو مرحلة من مراحل التخصيص لقطاع الصحة. إحنا يعني سمعنا هالكلام هذا كثير، والآن أشوف الحركة جادة لتخصيص قطاع الصحة، معناه التحول إلى استفادة من التأمين في تأمين المواطنين جميعا صحيا نتكلم. جيد. فهي أكيد بالتأكيد مرحلة أولى، وهذا حسب ما صرحت فيه الوزارة، هذه مرحلة أولى راح يتبعها مراحل، راح يتبعها شركات أخرى بالتأكيد. إحنا مثل ما قلت لك ما نعرف تفاصيل الخبر، بس بالتأكيد نعتقد أنها إيجابية جدا صراحة. دكتور عبد الوهاب، انت يعني رجل مستشار في التامين والنظم الصحيه، الاستاذ عادل قال نقطه مهمه وانا معه 100% فيها، ان ما يحدث الان هو ميزه لمن يملك بطاقه التامين. انا اسمح لي اسالك هذا السؤال، هل هو ميزه لمن لا يملك؟ هل هو ميزه لمن لديه فقط ملف في هذا المستشفى الحكومي؟ هل هو ميزه للشخص اللي اذا دخل الى المستشفى يبغى يراجع، يبغى يقابل استشاري جلديه، يقعد 4 شهور عشان ياخذ موعد؟
هل هي ميزة عشان إذا الشخص يبغى يقابل استشاري باطنية يقعد 3 شهور ونص 4 شهور عشان يقابل استشاري الباطنية؟ هل هي ميزة؟ أوكي في الحقيقة يعني الإجابة على هالسؤال له أكثر من بعد في الحقيقة عشان نتمكن الإجابة بأكثر من محور. أول لما ننظر للمواطن البسيط هل هذه ميزة له ولا لا، خلينا نتكلم كرقة لغة الأرقام كما يقال دائما هي يعني الأدق والأفضل. هي الأدق وهي يعني اللي دائما تكون يعني محور أو تعطي إنديكيترز للتحليل بشكل أكثر علميا. لما ننظر للمملكة الآن أولا معدل دوران أو معدل الأسرة في المملكة لكل 1000 من المواطنين هي 2.2، بينما دول أنا مش هجيب أمريكا ولا بريطانيا واللي هي الدول الغنية جدا، لكن جيب دول مقاربة للمملكة من ناحية الدخل الوطني زي البرتغال زي إيطاليا زي أسبانيا، عندهم معدل الأسرة 3.4 تقريبا أعلى من 3 وإحنا 2.2. هذا جانب. الجانب الثاني وهو الأهم هذا أولا من ناحية عدد الأسرة، يعني عدد الأسرة الحالية لا تتلائم مع عدد المواطنين. خلينا من موضوع لأنه التأمين الآن يغطي الشريحة الكبرى هم الأجانب غير السعوديين، في 35% الآن حيخشون على المستشفيات الحكومية، فحيكون الآن أولا عندك مشكلة في أعداد الأسرة الحالية وهي زي ما قلنا الآن هي 2.2 مقارنة بالدول الثانية. الحاجة الثانية حتى الأسرة على محدوديتها لا تزال عملية إشغالها محدودة. إحنا عدد معدل إشغال عام 2013 56% معدل إشغال الأسرة الحكومية بشكل عام 56%، بينما الدول نفس الدول اللي ذكرناها قبل شوي زي البرتغال 74، إيطاليا 78، أسبانيا 75. فإحنا عندنا والشيء الثالث اللي هو عدد الأطباء. إحنا عندنا طبعا عدد الأطباء 0.9، لذلك بينما الدول الثانية 4.33 وزيادة. بمعنى المواطن الآن هو عنده أكثر كما يقال ضربتين بالرأس سوجة، هو عنده 3 ضربات بالرأس. الأول عدد الأسرة لا تتناسب مع عدد المواطنين. الحاجة الثانية معدل أشغال الأسرة للمواطنين غير كافي مقارنة بالدول الثانية. والحاجة الثالثة عدد الكادر الصحي كتمريض وأطباء لا يتناسب، لذلك القطاع الخاص مع احترام الشديد لا زالوا يعتمدون مستشفيات القطاع الخاص على الأطباء السعوديين. لو تروح الآن أي مستشفى حكومي خاص تلقاه يعتمد بشكل كبير على الأطباء السعوديين. فالمشكلة الآن حتى القطاع الخاص غير قابل الآن غير قادر على القيام بذاته، لذلك لا زال القطاع الخاص معلش حتى التأمين عندنا شركات التأمين هذا موضوع آخر يحتاج له الحديث كثير، إنه شركات التأمين غير ناضجة بدليل إنه إلى الآن لا زالت فيه بوليصة تأمير مزورة، وهذا موضوع طبعا بعد آخر ما أتكلم عنه. موضوع يعني موضوع التأمين هذا موضوع آخر ما ودي أتطرق عنه، لكن الآن خلينا نتكلم على اسمح لي دكتور على 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 المواطن يعني. بس النقطة يعني الأستاذ مشعل ربيعان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة معنا عبر الهاتف للتعليق على هذا الموضوع. أستاذ مشعل مساء الخير. حياك الله، مساء النور وارحب فيك بضيفك الكريم استاذ المشاهدين. اهلا وسهلا استاذ مشعل. يعني الان هو الاكيد يعني هو الخبر هذا اكيد بانه وزاره الصحه الان اتاحت المجال لعدد من شركات التامين بانه مستفيدين هذه الشركه يستطيع ان يذهب الى اي مستشفى حكومي لتلقي العلاج، صحيح؟ جزئيا. احنا اللي حصل انه تم توقيع عقود مع شركات التامين لتحمل هذه الشركات تكاليف العلاج اي شخص مؤمن لدى مثل هذه الشركه، بمعنى انه تم علاج شخص معين في مستشفى حكومي معين، هذا الشخص لديه تامين في شركه ما، فيتم طبعا تحميل الشركه قيمه علاج هذا الشخص ايا كان، يعني سواء كان طبعا مواطن سعودي او كان من مستفيد، يعني هو بغض النظر اي مستفيد يكون عنده تامين يتم علاجه على حساب الشركة. طبعا هذا طبعا وقعنا مع شركة وشركتين يعني خلاص يعني على مشارف التوقيع، وبقية الشركات إن شاء الله للتأمين الموجودة حيتم التوقيع معها كلها. طب ممكن أسألك سؤال بسيط، يعني هو سؤال المواطن البسيط، هل هذا القرار إيجابي أو سلبي؟ أنا ما أدري كيف يمكن يتمم، لكن أشوفه إيجابي. طب جيد، ليش إيجابي؟ أنا ليش أوصل لك هذا التساؤل أستاذ مشعل؟ لأنه هذا التساؤل هو التساؤل الموجود الآن. سم أتمنى أوضح الصورة. الآن المبالغ اللي يتم تحصيلها لقاء العلاج، هذه المبالغ تساهم في أيضا تطوير الخدمات الصحية الموجودة في المستشفيات، صح؟ يعني المداخيل هذه يتم استغلالها لتطوير بعض الخدمات، الأقسام، الأمور كثيرة جدا. فبالتالي يعني نهاية الأمر المصلحة تصب في المستفيد من العلاج داخل المستشفى، سواء الذي يتم علاجه عن طريق شركات التأمين أو اللي يتم علاجه كمستحق للعلاج.
استاذ مشعل مستشفياتنا الحكوميه جاهزه لمثل هذا القرار؟ طبعا احنا اساسا ما تم تطبيقه الا بعد ما جهزه. طب والمواعيد اللي بالشهور يا استاذ مشعل؟ هذا امر اخر، لكن يسعدني انك انت يعني ايضا طرحته. اللي هو الان في عندنا برنامج اسمه بي سي بي، واللي هو برنامج تحسين الخدمات الموجوده. طبعا البرنامج هذا انطلق من تقريبا من اقل من سنه. هذا البرنامج يستهدف اكثر من قسم، يعني يستهدف غرف الطوارئ، يستهدف المرضى الذين كتب لهم خروج من المستشفى، يستهدف غرف العمليات. هذه المناطق اللي تزيد فتره الانتظار سواء بالمواعيد او العمليات او غيرها. تم الحمد لله يعني تحقيق ارقام ايجابيه جدا في هذا الجانب. يعني على سبيل المثال عمليات جراحه اليوم الواحد، طبعا جراحه اليوم الواحد لما تزيد نسبتها هذا معناه ان تدوير السرير اصبح اكبر، معناها ان المواعيد اصبحت اقل كوقت انتظار. رفعنا النسبه من 30% الى تقريبا 41%، ووصلت 50% الان تقريبا. احنا ذاهبين لل 60% من عدد العمليات اللي موجوده. فبدلا ما ان المريض يقعد 3 ايام في المستشفى صار 3 مرضى في او في اليوم واحد لكل مريض، فبالتالي صارت التدوير عمليته اسرع. الامر الاخر تم تقليل وقت الانتظار الانتقال من التنويم الى العمليه الجراحيه الى يوم تقريبا يوم ونص، من يومين وفاصلة 6 ويومين فاصلة 7. هذه كلها مبادرات تعمل عليها الوزاره من فتره كما ذكرت لك. هذه تساهم في تقليل فترات الانتظار اللي موجوده في المستشفيات في المواعيد او حتى في غرف الطوارئ او في غرف العمليه. هذا الامر له مؤشرات اداء تم وضعها لكل مستشفى ولكل طبيب لكل عياده، يتم متابعتها بشكل اسبوعي وبشكل شهري وبشكل ربع سنوي. طب الحين وصلنا وش النتيجه اللي توصلتوا لها الان؟ بالمناسبه إيه يعني سمحت لي تفضل. الارقام مشجعه جدا اللي قاعدين نشوفها الان، ارقام جدا مشجعه. وش الارقام المشجعه؟ الارقام التحقيق المؤشرات الاداء اللي موجوده مشجعه، انه في تطور قاعد يعني تطور سريع جدا قاعد يحصل في المستشفيات في تقليل فترات الانتظار داخل الطوارئ كما ذكرت. استاذ مشعل انا والله العظيم نقول لك الواقع. انا طبعا الاكيد انكم انتم الواقع. لا الواقع انه الى الان يا استاذ مشعل في مواعيد بالاشهر والله العظيم الى الان. اقول لك شيء، طب انا بقول لك شيء بدون ما اسمي المستشفى، تجربه خاصه شخصيه فيني انا عشان اقابل استشاري بدون ذكر التخصص. انا شخصيا قالوا لي بعد 7 شهور، هذا كلام قبل اسبوعين. جميل جميل. الكلام اللي انت قاعد تقوله الان، الكلام اللي قاعد تقوله يدل على انه هناك اشكاليه احنا الان نراها وجالسين نحلها في مستشفيات استشاريين. على فكره في بعض التخصصات نادره، يعني بعض التخصصات ما في عندك مشكله في الكادر البشري، هذا ايضا يتم معالجته. يعني مو بالمشكله فقط في عدد المرضى، طيب قد يكون ولا هي مشكله في المستشفى، قد تكون مشكله في ندره بعض التخصصات. جميل. انا استاذ مشعل تبيني نقول لك تجربتي الشخصيه، انا بعد ما سمعت هالكلام رحت امنت على نفسي ورحت مستشفى خاص. هذه فعلا هذه حقيقه. انا رحت امنت عشان ايش؟ عشان الموعد. وابشرك اعطوني الموعد بعد يومين. اللي وصلت فيها تاكد منه اخوي الزام، احنا حريصين على تطوير الخدمات، نعلم ونؤمن الخدمات. انا والله اقول لك حاجه استاذ مشعل، احنا مؤمنين فيكم ولا ننتقدكم الا نقد بناء، لان احنا مؤمنين فيكم. الكلام اللي انت ذكرته نراه ونعرف، يعني نعرف بعض الاشكاليات اللي واجهتك انت شخصيا كما ذكرت واللي واجهت اشخاص اخرين، وفيه امور يعني حتى راينا مكامن خلل لم يتطرق لها الاعلام اساسا، لكن راينا هنا مكمن خلل وهنا مكمن خلل. يعني هناك فيه مسح كامل على المستشفيات على المراكز الصحيه لرؤيه مكامن الخلل جميعها ومعالجتها وتطويرها. هناك عمل يعني وحنا معكم يقوم فيه. وحنا معكم يعني وتغيير والتطوير يعني ايضا يحتاج قليل من الوقت. صح. اعرف تماما انه الصحه ما لها وقت ولا ثمن، يعني ما في واحد يقول والله واحد عنده مرض او كذا يقول له انتظر لما نحسن، لا، هذا يجب علاجه في اسرع وقت الجميع. هذا امر احنا مؤمنين فيه، فبالتالي جالسين نعمل بمحاوله انه التوازن تحسين الخدمات من جهه، وايضا عدم يعني عدم اهمال اي امر اخر يتعلق بالعلاج وسرعه العلاج من جهه اخرى.
هذه كل الامور جميل. نعمل على اساسها احنا على كل حال باذن الله تعالى انه الامور حتكون افضل مما كانت عليه. متفائلين. الموعد اللي مع الاستشاري اللي كان اللي 7 شهور زي كما ذكرت باذن الله تعالى تكلمني بعد فتره قريبه تقول انه قل الى الى فتره معقوله من الانتظار. شوف ترى انا قلت هذه النقطه مش عشان المساله الشخصيه لا بس كمثال لانه يعني انا مطلع على حالتي اطلاع 100% فكنت بس انقل لك اياها. انا على العموم اخوي عزام اتكلم على العموم. جميل. انه جميل. على العموم كل هذه نراها ونعمل نعرف وين مكامن الخلل. مكامن خلل ذكرت في الاعلام، مكامن خلل وصلت لنا، ومكامن خلل بعض يمكن البعض ما اطلع عليها، اطلعنا عليها ورايناها ومسحناها والان نعمل على حلها باذن الله تعالى. ويلا. انه احنا نصل الى رضا المواطن الكامل باذن الله تعالى عما قريب. انا اشكرك استاذ مشعل الشكر الجزيل، واحنا نؤمن ايمان تام بانه وزاره الصحه تحدي حقيقه تحدي كبير جدا صحيح. الله يعينكم عليه ويقويكم عليه. هذه نقطه. النقطه الثانيه، دائما تقبلوا نقدنا فهو نقد بناء بناء بناء، 3 مرات انا اعيدها. الاستاذ معتوق الشريف معنا عبر طبعا الاقمار الصناعيه من جده، وهو الكاتب الصحفي المعروف. استاذ معتوق حياك الله. حياكم الله. استاذ معتوق ايش رايك؟ والله انا سمعت انت وشفت سمعت مشعل، لكن اعتقد الاحلام هذه تحتاج الى سنوات كثيره لتحقيقها. اولا انه اعتقد ان الوزاره الان تقفز قفزه الضفدع زي ما يسمونها في عمليه التخطيط، لانه يعني لو درسوا البيئه التحتيه ولو درسوا ايضا الواقع لكان ما فكروا بهالطريقه. اولا في امرين، الامر كما اشار الدكتور عبد الوهاب الى الواقع اللي تعيشه المستشفيات والمراكز الصحيه وعدم ثقه الناس في هذه المراكز والمنشات. الامر الثاني ما ادري اي مستشفيات حكوميه يعني مقصود فيها، اذا كان مثلا زي المستشفى التخصصي وغيره هذه مقبوله لعلها تجد يعني من يؤمن بقدرات الموجوده فيها، لكن القطاع الحكومي بشكل عام والمستشفيات الحكوميه هذا هم واقفين على الواقع ومقفلين المستشفيات وعارفين النقص اللي فيها وعارفين المشاكل الموجودة فيها، فبالتالي كيف حيطوروا والبيئة أصلا غير صالحة للقفزة هذه التي يطمحون لها. ثانيا المشكلة في التأمين، طيب حلوا لنا التأمين أول شيء قبل ما ندخل في قفزة تطويرية مثل هذه. التأمين يعاني منه الناس كثير، تجي في التأمين تتعالج في المستشفى يقول لك هذا مو داخل التأمين، هذا مو داخل التأمين، وتدفع كمان، فبالتالي وين الثقة؟ إذا كانت الثقة، إذا أردنا التطوير وأيضا إيجاد حل لمشكلة الصحة، وأيضا لا أدري هل هو هذه القفزة هي محاولة أن تلغى يعني حقوق المواطن بأنه يحظى بالرعاية المجانية للصحة كما ورد في النظام الأساسي للحكم في المادة 27. لا هو الأكيد أن هذه باقية يعني. لا هو لابد من تفسيرات واضحة يعني للمتلقي ونوع المستشفيات. المستشفيات تعاني يا سيدي، المستشفى العيون مثلا في جدة هذا يغطي من الجيزان إلى تبوك، ومستشفى الصحة النفسية مثلا في جدة كذلك يغطي، فبالتالي صح. يعني خلونا نكون واقعيين في التحليل يعني فين ايضا التحليل لابد ان يؤخذ براي المستفيد من الخدمه، هل وزعوا استبيان للمواطنين قالوا ايش رايكم في الخدمات عشان نعالج عشان كذا؟ لا، هي عمليه تخطيط ربما يعني غير مدروسه، خلينا نسميها بمسمياتها الصريحه، هي عمليه مواكبه انه عندنا شيء وحنسوي شيء. لا يا عمي، اجلس على الواقع، اقرأ الواقع، حلل الواقع، من فين تنطلق؟ عندك أطباء سعوديين هاجروا من المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة إلى العيادات الخاصة، طيب من عالج الذين سويتوا للمستشفيات؟ وين الكوادر الصحية؟ فين تعزيزك للكوادر الصحية أصلا ليبقى الطبيب ولا يبقى الممرض المتميز في المستشفى؟ هناك أسئلة كثيرة كانت المفترض أن تكون حاضرة على طاولة الوزارة وهي تخطط لأنه تطبق التأمين. هي العملية مش عملية أنه أطور الخدمة والأرضية أصلا غير صالحة للتطوير. يجب أن نحل المشكلة الأساسية. الناس كما أشرت في انتظار في قوائم الانتظار في، وبالتالي هجروا المستشفيات إلى مستشفيات خاصة. هم يمكن لما قرأوا في دراسات أنه
أرباح الشركات التأمين تتراوح من بين 5.5 مليار في السنة، وأنه عدد الروشتات في اليوم 30,000 روشتة، وبالتالي قالوا ليش ما نستفيد، ليش ما نحصل على هذه. هي ما هي مشكلة أستاذ معتوق، ما هي مشكلة عادي جدا، بالعكس هي عملية خصخصة المستشفيات قد تكون أفضل، ولكن الأفضل التوأمة، التوأمة الأفضل. هو إذا حبينا الآن، أنت سألت سؤال مهم جدا، اسمح لي أسأل أستاذ عادل هو المتحدث الإعلامي لشركات التأمين، هل شركات التأمين جاهزة لمثل هذا القرار بغض النظر عن المستشفيات أستاذ عادل؟ هذا تخصصك ولا لا؟ صح. إيه سمع. صح. طبعا يعني أول شيء الشركات هي قطاع خاص، فهي إيه؟ يعني هي تبني نفسها على حسب الحاجة. جيد. يعني طالما هي الآن الحاجة اللي موجودة هي قادرة عليها، بس لو زادت الحاجة لا أكيد تحتاج أنها تكبر أكثر. يعني أقصد إذا كنا، يعني أنا أتفق كثير مع كلام الأخ معتوق، بس الحقيقة اللي حنا فهمناه مؤخرا يعني من رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 هو التوجه إلى الخصخصة، التوجه إلى القطاع الخاص، أن القطاع الخاص هو يصير هو اللي يعني يدير كل شيء، مهمة الأجهزة الحكومية راح تكون الرقابة والإشراف، هذا اللي راح يكون. يعني هذا صحيح. نعم القطاع الصحي اللي احنا فهمناه انه راح، طبعا ما ندري وشلون بيكون، يعني لازم يكون خطه واضحه ومعلنه، طبعا راح يكون فيها خصخصه بس لازم تكون على مراحل. يعني شركات جلست معكم وزاره الصحه قبل تقرر هذا القرار وقالت وش رايكم بشركات التامين؟ طبعا هو فيه 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 في مناقشات يعني مع مجلس، يعني صارت في هذا امر جيد، احنا ما نهاجم بس لا 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 في في طبعا اكيد. بس الحقيقه يعني احنا سبق اجتمعنا مع وزير الصحة الأستاذ توفيق ربيعة، وكان حقيقة تكلمنا عن التأمين الصحي، وقال هو لا زال يعني ما بعد خلصوا الخطة حقتهم، راح يتكلمون فيها بعدين يعني ان شاء الله. بس الحقيقة نعتقد انها مفروض تكون على مراحل اكيد. يعني حاليا المفروض احنا في نهاية 2016 المفروض أنه تقريبا تم التأمين حسب الخطة المعلنة من مجلس الأمن الصحي تقريبا 14 مليون أو 15 مليون، لأن في نهاية 2015 كان عدد المؤمنين تقريبا 12 مليون 3 مليون كان التارجت أو الهدف. إيه وكان في بعض السعوديين يشتغلون في القطاع الخاص ما دخلوا في التأمين، فكان يشتغلون مع تأمينات اجتماعية للتأمين على السعوديين يشتغلون في القطاع الخاص، كان الهدف بنهاية 2016 يكون التأمين على حوالي 15 مليون. فأنت إذا وصلت 15 مليون معناه أنت 50% من السكان مؤمنين. صح. أنت يعني التارجت حقك أو الهدف حقك الآن 50% الثانيين، ما هي صعبة هي، بس المفروض تكون على مراحل. يعني كل قطاع الحالة يمكن كل سنة قطاع يبغى لها خطة، بس خطة معلنة، خطة متفق عليها بالتأكيد، لأن شركات تأمين ما تقدر تجي في يوم وليلة وتقول لهم تعالوا استلموا 15 مليون إضافيين، مستحيل. لا المستشفيات تقدر ولا الشركات تقدر، لازم الشركات تبني نفسها طبعا من ناحية الأنظمة اللي عندها، من ناحية الأقواد البشرية طبعا. ما هي بس الحقيقة لو كان أكيد هو بيفتح مجال كبير في التأمين الصحي. التأمين الصحي هو كبير الآن بالتأكيد، يعني راح تكون إيجابية للتأمين طبعا، ما فيش نتكلم نظرة. طيب دكتور عبد الوهاب، أنا يعني اسمح لي أسألك هذا السؤال، أنت رجل يعني مطلع على الموضوع ما شاء الله، وإحنا يعني نبغى نستفيد منك، ليش نفس الاستشاري في مستشفى إكس الحكومية تقابله بعد كذا شهر، ونفس الاستشاري في مستشفى واي الخاصة نفس الاستشاري 3 أيام عشان تشوفه أو 10 أيام؟ ليه؟ لأنه ترى الناس ما هي فاهمة ليش. شوف هي لها أكثر من بعد، خليني بس أنا ودي أعقب على موضوع اللي حصل بموضوع أثر الموضوع على المواطن بالذات أو على المستفيد من التأمين. أنا لو نجي للإحصائيات برضو، خليني أتكلم على الإحصائيات، 50% من العيادات الخاصة عبر القطاع الخاص. القطاع الخاص الآن يشكل تقريبا 35% اللي مؤمنين عندهم تأمين صحي. عدد المؤمنين إلى 2015 10.5 مليون حسب إحصائية المجلس الخدمات الصحي، مجلس الضمان، مجلس الضمان الصحي 10.5 مليون. فاحنا لما نتكلم على عدد المستفيدين من التأمين مقارنة باللي ما ليس لديهم تأمين واللي هم طبعا في غالبيتهم هم مواطنين ولا الأكثرية هم مواطنين، نجد انه فيه جاب كبير جدا من ناحية انه عدد المستشفيات، عدد الأسرة طبعا احنا تكلمنا عنه على الجاب اللي فيه. لما نتكلم عن عيادات خارجية، القطاع الخاص مستثمر استثمار جيد في القطاع الخاص خصوصا في العيادات. 50% من العيادات تقدمها من القطاع الخاص، بمعنى ان 50% هي فقط للمواطنين اللي هم ليس لديهم تأمين. فطبعا لا شك لذلك تشوف إجابة لسؤالك انه ليش الواحد ينتظر فترة طويلة، لانك تتكلم على شريحة محدودة
أو شريحة كبيرة جدا من المواطنين مطلوب منهم إن هم يستفيدون من 50%، يعني كانك يعني اللي هو كشكل ثلثين المواطنين إنه أو ثلثين الشعب إن هم متوقع منهم هذا الشيء، وهذه أحد الإشكاليات الكبيرة اللي حصل للأسف. إنه صار اللي معاه تأمين يستفيد من الخدمات الحكومية، مع العلم انه طبعا مش حيروح هو للطبيب في العياده الخاصه. ليش؟ لانه هو عنده 50% مغطيته زياده، هم 35%، فهو الان كعياده خارجيه ما حد حيجي لمستشفيات الصحه، لكن هم حيستفيدون من ناحيه التنويم والعيادات التخصصيه. القطاع الخاص الان الصحي يفتقد افتقاد كبير للعيادات التخصصيه، فهو الان كانك كملت البكتشر اللي معاهم تامين بشكل كامل، صار عندهم عيادات خاصه 50% كامله اكثر من عدد المواطنين المستفيدين من الخدمه. الحاجه الثانيه العيادات التخصصيه الان اتيحت لهم بهالقرار، لكن المواطن المسكين صار عنده الان ما عنده الا فقط المستشفيات الحكوميه اللي هي طبعا تتميز بعياداتها التخصصيه وهي المفروض يكون هو له الاولويه فيها. الان جو القطاع الخاص وزاحموا عليه. طيب اذا كان هذا القرار اسمح للمواطنين يعالجون في العيادات الخاصه، لانه الان العيادات الخاصه تشكل 50%. هذا اللي قلت انا، اقصد انه عشان تكون عملية متوازنه ما تصير عملية انه انا شخصيا يعني انا عشان كذا انا قلت مثالي الشخصي، لانه انا رحت امنت طبيعي. أنا كل أي شخص، أي شخص الآن هو هو الرسالة غير مباشرة اللي أنا أقرأها الآن، كأنهم يقولون المواطنين يا جماعة الخير أمنوا عشان تحصلوا على رعاية صحية. طبعا هذا رسالة طبعا وزارة الصحة ما تجرى تقولها، لكنه اللي يقرأ الأحداث يقرأ أنه عدد الأسرة اللي موجودة في العيادة التخصصية اللي تتميز فيها المستشفيات الحكومية، القطاع الخاص لا يستثمر بعيادة تخصصية. لذلك حتى التأمين الصحي الآن يغطي عيادات تخصصية لكن ما هي موجودة في القطاع الخاص، يروحون وين؟ القطاع الحكومي. طبعا نتكلم احنا متميزين القطاع الحكومي، ذاك حتى الكلام الكثير عن القطاع الحكومي وعدم امكانيه، لا هذا كلام مو صحيح. هو يعتمد على نوعيه القطاع، عندنا قطاعات حكوميه متميزه جدا تقدم افضل الخدمات بكثير من القطاع الخاص، وليست نظرتها ماديه. الاشكاليه اللي احنا نقراها الان للاسف انه احنا قاعدين ندفع الناس، نقول لهم يا جماعه الخير ترى احنا على قولهم احنا ما عندكم زحمه علينا، حنفتح لغيركم يجون ينافسونكم على الكريستال ان صحت العباره، او الشيء الجميل في القطاع الحكومي اللي هو العياده التخصصيه، حندخل القطاع الخاص يشارككم فيه. وللاسف ان المستشفيات الخاصه لا تستثمر فيها، طبعا طبيعي لانه ينظرون من ناحيه التكلفه في القطاع، في الخدمات التخصصيه هي مكلفه، لذلك لا يستثمر فيها من قبل القطاع الخاص. وهذه طبعا للاسف طبعا هي تاتي موضوع تشريعات. لما نتكلم حتى على رؤيه 2020 هي كانت النظره انه يكون 35% تقدم عن طريق القطاع، 35% 2020 يكون عن طريق القطاع الخاص، لكن للاسف القطاع الخاص الى الان لا زال يستثمر في الخدمات اللي نسميها خدمات يعني سهلة الربح، وليست خدمات التخصصية اللي المفروض تغطى عن طريق التأمين. لكنه للأسف المستشفيات القطاع الخاص ليس عندها، يعني حتى المستشفى الوحيد اللي كان يقدم خدمات يعني مميزة جدا في المنطقة الشرقية وأغلى قبل فترة، للأسف الآن عسر يقدم حتى الخدمات اللي هي الأنكولوجي وغيره اللي هي خدمات الأورام وغيره، ما في مستشفى خاص الآن يقدم هالخدمات، ما في إلا القطاع الحكومي للأسف. فإحنا الآن كاننا حولنا الجميع في القطاع الحكومي، خلينا القطاع الخاص يستفيد منه بدون ما نتيح للمواطنين يستفيدون من القطاع الخاص، واللي طبعا لدي هم العيادات الخارجية وخلافه تتميز فيها لأنها تقدم 50% من الخدمات. فهي المعادلة أنا أشوف أنها خاصة. بالنسبة لموضوع الأطباء اللي سألت عنه ليش هم، هو في شيء إحنا نعرفه إحنا في السياسات الصحية والنظم الصحية يسمونه الإنسنتف أو الدافع. أنا كطبيب في القطاع الحكومي أنا ضامن راتبي 100% جايني، فأنا لما أروح للقطاع الخاص يجيني مثلا مستشفى X و Y من القطاع الخاص يقول لي يا دكتور أنا بعطيك على العيادة، تجيني بعد دوامك وتعطيني على العيادة المبلغ الفلاني، فهو يعتبرها أنها زيادة دخل، فهو الطبيب يتحمس انه يروح للقطاع. لذلك القطاع الحكومي هو اللي ينقص النظام الصحي، وللاسف يعني كثير من القائمين على النظام اتمنى ان تتغير النظره، انه هم لما يجون يغيرون اللي هي بناء مستشفيات بدون ما ينظرون لخلق المحفزات. انا كطبيب ايش المحفز لي اني اعالج 50 مريض او عالي مريض واحد؟ طبعا 50 مريض مبالغه، لكن نقول في اليوم يشوف مثلا 15 مريض، بينما بعض الاطباء انا اعرف بعض الاطباء في القطاع الحكومي ما يشوف الا عند عيادتين فقط، يعني ما يشوف العيادات محدوده. ليش؟ لانه ما عنده دافع انه راتبه جاي يعني في مستشفيات خاصه اذا جاء الطبيب يوقع عقد بدون ذكر اسماء المستشفيات هذه تشرط عليه عدد مرضى. نعم اكيد. اذا جبت ال100 مريض هذه على سبيل المثال التارجت كان موظف بنك، اذا جبت ال100 هذه فيصير يتحمس انه يشوف. مو كذا دكتور، على فكره وزياده كذا الان حتى الاجهزه الان مثلا طبعا المستشفيات الخاصه ايش تعمل؟ الخدمات تشوف الاسياب والاشياء هذه كلها ما شاء الله جلوري وجميله جدا، لكن لو تروح لغرف العمليات، لان غرف العمليات المريض اساسا ما يدخل ما يدوش اللي فيها. صح. انا اعرف اطب مستشفيات خاصه تشترط على الاطباء عشان يعدلوا، لانه يشتكون من بعض الاجهزه في المستشفيات الخاصه بانها قديمه ما تطورت، طبعا هي مين قدام المريض ما يدري عنها المريض،
يقولوا لهم بالحرف الواحد انه والله اشتغلوا اكثر عشان نغير اجهزتكم. يعني شوف كيف تحفيز طبعا. هذا كانه صارت العمليه انه حتى تعديل الاجهزه في القطاع الخاص يقول الاطباء اشتغلوا اكثر عشان لانه الان طبعا غرف العمليات والاجهزه غير المرئيه الناس ما تشوفها، لكن لو تدري عن مدى بشاعتها كان فضلوا القطاع الحكومي اكثر. يعني بس ايش تعليقك استاذ؟ يعني انا يمكن اختلف واتفق مع الدكتور عبد الوهاب، يعني من ناحيه تخصيص بعض القطاعات المستشفيات الحكوميه. انا اعتقد وزارة الصحة قاعدة تشتغل على الجهتين، يعني هي تبغى توسع يعني مستشفيات القطاع الخاص بالمستشفيات الحكومية، وبنفس الوقت هي راح تجبر بعض القطاعات انها تأمن حكومية انها تأمن. هذا جيد. ايه عشان تدخل من ضمن القطاع الخاص. يعني راح يكون انا اتوقع هذه فكرة وزارة الصحة انهم قاعد يشتغلون على الجهتين، يعني هم يوسعون قاعدة القطاع الخاص من ناحية المستصفات والمستشفيات أو مقدمي الخدمة، وبنفس الوقت هم يعني بالتأكيد راح يشتغلون على بعض القطاع الحكومية أنها تدخل في التأمين. أنا جبت لكم يعني رأي الشارع السعودي بهذا القرار. احنا عملنا استفتاء على تويتر، وكان الاستفتاء برأيك هل المستشفيات الحكومية جاهزة لفتح أبوابها لمستفيدي التأمين الطبي؟ كان طبعا خيارين، نعم ولا. خلونا نشوفها. واحد 81% لا، 19% نعم. طبعا يعني إذا جينا نتكلم الآن عن هذه يعني 81% لا، 19% نعم. خليني أسأل أستاذ معتوق. أستاذ معتوق يعني ايش رايك، ايش تعليقك؟ هذا الراي. يعني احنا سوينا الاستفتاء وحطيناه، ما غيرنا فيه شيء، اخذنا الراي وجبناه لكم، ايش رايك انت؟ هذا الواقع يجب ان نعترف بالواقع. يعني اذا اردنا ان نطور، أنا اقصد كوزاره صحه يجب ان نؤمن بالواقع، يجب ان ايضا نستفيد من مثل هذه الاستفتاءات لتطوير الواقع. احنا لو نظرنا الى المستشفيات الحكوميه خلينا نجد الذات شويه، نجد فيها كوادر احيانا يمكن ما معها شهاده طبيه اصلا، بيعمل طبيب ايضا اذا الاخطاء الطبيه اللي بتصير، ايضا المعامله، هذه كلها امور شكلت خلفيه ثقافيه لدى المريض او لدى طالب الخدمه انه يبتعد عن المستشفيات الحكوميه لان الرقابه فيها ضعيفه. والدليل على ذلك الوزاره معترفه بنفسها انها عند زيارتها لكثير من المستشفيات والمؤسسات او المنشات الصحيه تجد انها تندد وتغلق وتعمل على نقل بعض الاداريين وبعض المدراء الى اخره، وبالتالي هذا اعتراف ذاتي منها. ايضا اذا 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 نظرنا الى الجوده داخل هذه المستشفيات الحكوميه طبعا متفاوته، في مستشفيات راقيه ومستشفيات ما دون. الاستيعاب الطاقه الاستيعابيه كما اشرت عبد الوهاب واشرتم انتم في اللقاء، ما في طاقه استيعابيه، فبالتالي الانسان يحجم عن القدوم الى المستشفيات الحكوميه ويتجه للقطاع الخاص. ايضا عدم وجود اطباء اكفاء، يعني الاطباء هاجروا، ترى راحوا اللي افتتح عياده خاصه واللي واحيانا بعض الاطباء يقول لك تعالي في المستشفى الفلاني، يعني هناك امكانيات احسن والامور احسن، فبالتالي هذه شكلت خلفيه ثقافيه لدى طالب الخدمه بانه يهاجر من هذه المستشفيات. ايضا لو نظرنا الى حال المراكز الصحيه التي في الاحياء ستعطيكم مؤشر. موضوع المراكز الصحيه هذا سمعتوه ملف شائك هذاك. طبعا ملف او تبع الصحه، حتعطيني ثقافه انه هذه الوزاره يجب انها تغير من كثير من الامور. صح. بدايه من الصوره الاولى اللي هي المراكز الصحيه الى المستشفيات، هذه نقطه. لكن انا ابغى اسال ايضا واوجه سؤال لضيوفك الكرام، يعني التامين ايضا في مشكلات، لماذا لا تلتفت وزاره الصحه الى التامين؟ احنا انا وانت ويمكن بعض الشخصيات يعني مؤمنين، طيب لكن لما نجي في المستشفيات يقول لك لا هذا مو داخل في التامين، هذا مو داخل في التأمين. فبالتالي هل وزارة الصحة عندما بحثت الموضوع مع شركات التأمين هل اشترطت انه في بعض الاشياء ما تكون في التأمين، ولا اشترطت انه كل خدمات مقدمة في التأمين كالتحاليل وكالاشياء وكذا؟ احيانا ترى في العقود اشياء خفية فبالتالي نجهلها، وبالتالي نكون احنا ضحايا
كمراجعين المستشفيات الحكومية ضحايا أو الخاص كمان ضحايا لما يسمى بالتأمين. يجب أن نشرح ملف التأمين وأن نقف عليه وأن نجد هناك جهة رقابية تراقب هذه الشركات وعقود التأمين. بعد ذلك ننتقل للخطوة الأخرى أن نطبق التأمين في المستشفيات الحكومية. إذا ظل الوضع كما هو الآن أنه أخذ تأمين وروح مستشفيات خاصة وتقول لي هذا ما هو في التأمين وهذا طب إيش الفائدة أنا؟ إذن في وزارة الصحة هل سوف يكون نفس الحال؟ هذا السؤال اللي ممكن نطرحه. طيب. هل التأمين يخدمني ولا ما يخدمني؟ صح صح. في نقطة مهمة جدا أنا يعني من زمان وأنا أتكلم فيها وأنا ودي أستشيركم فيها سواء يعني دكتورة أو أستاذ عادل، يعني في نقطة مهمة جدا بل جوهرية، هي أنه بدل ما نمسك التأمين وملف التأمين ونتكلم عنه، فيه نقطة أهم جدا، الملف الإلكتروني الموحد برقم الهوية. كلام صحيح. والله العظيم سنين وأنا أتكلم فيه على الهواء وسويت حلقات كثيرة والله العظيم. لو أنا الآن شخص أنا أقولها بأمانة، دام أني ضربت مثال من البداية عن نفسي أكمل عن نفسي، أنا ولدت في أحد المستشفيات ومن هذاك اليوم إلى الآن وأنا عندي هذاك الملف بس، ولكن هناك من يزاحم. هذه ترى ما هي على وزارة الصحة، هذه على المرضى أنفسهم. هناك نفس المريض اللي يأخذ موعد مع استشاري الجلدية أو استشاري كذا في 7 مستشفيات ومع ذلك مأمن ويروح خاص بعد. هناك هذا النوعية من المرضى موجودين، خلنا نكون بصراحة صريحين مع بعض. وهو ما يعرف، هو يعتقد بهذه الطريقة أنه هو سيتلقى أفضل أساليب العلاج، هو ما يعرف أنه قاعد يأخذ مكانه ومكان غيره ويأخر الدور. لو في ملف إلكتروني موحد برقم الهوية تأتي وزارة الصحة وتخير تخير عزام العبيد، لديك 4 ملفات في 4 مستشفيات حكومية مختلفة، اختر واحد ولا ثالث لهما ولا ثاني ولا واحد، اختار واحد حتى انك انت تحصل على رعاية صحية افضل. الملف الإلكتروني وش تعليقك عليه؟ خلنا يعني نتكلم عنه في دقيقة ودقيقة. نعم ما في شك، هو احد اهم المتطلبات اذا كنا بنسوي التأمين الصحي على الجميع، هو الان متطلب اصلا، فما بالك على 35% أو 50% من السكان، يعني فما بالك إذا كان على 100% من السكان. بالتأكيد هو أحد أهم المتطلبات الحقيقة، هذا راح يحل مشاكل كثير جدا 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 سواء عندما يعني عدة مستويات، من أهمها بالنسبة لنا إحنا مستوى الاحتيال. إحنا الاحتيال موجود عندنا كثير، يعني ما نبغى ندخل بالتفاصيل إيه؟ بس بالتأكيد ملف إلكتروني، وأنا اللي أعرفه حقيقة المشروع هذا قديم جدا، أنا سامع فيه ترى من أكثر من 20 سنة. أنا شخصيا 20 سنة أنا سامع فيه من أكثر من 20 سنة. طيب. من عام أتذكر من عام 98 وأنا سامع فيه. طيب كان في تفكير من ذاك الوقت أنه يكون فيه 20 سنة نفكر في الملف. نعم طبعا يمكن ذاك الوقت كان والله لو تم الاستعانة في أبشر وزارة الداخلية، وأنا متأكد وزارة الداخلية ما راح تقول لا، والله في 90 يوم، والله في 90 يوم، ما نبالغ، ما نقول يومين ولا ثلاثة، لا 90 يوم، 3 شهور. صحيح. شو رأيك دكتور؟ ما عندنا دقيقة وأختم. والله هي بالنسبة للملف الإلكتروني أنا معاك إنه هو يساعد أولا في متابعة المريض، وحتى شركات التأمين يساعدها في متابعة المرضى، ويساعد حتى مقدم الرعاية الصحية بالتعاون معه. لكن طبعا هو العملية الملف الإلكتروني في تكلفة، هو السؤال من يدفع التكلفة؟ هل هي فقط الجهات الحكومية أم شركات التأمين يعني تشارك في جزء من التكلفة؟ في تكلفة الملف الإلكتروني أنا أتصور هو كانت أحد الإشكاليات، إنه كانت تكلفة عالية، فكان السؤال من يدفع التكلفة. في بالنسبة موضوع التأمين، نتصور موضوع لتقديم الرعاية في على عجال الله يخليك. أنا بس أنا أتمنى أن يكون هو عملية ضروري جدا. نحن الآن الاستثمار في التأمين وصل 36 مليار تقريبا في الآن على مستوى البلد بشكل عام، اللي نتمنى أن تكون جهة واحدة هيئة للتأمين، لأن الوضع الحالي الآن التأمين جالس الآن مجلس خدمات صحية له جزء، وعندنا مجلس ضمان صحي جزء، ومؤسسة النقد لها جزء، احنا الان وذلك شركات تامين جالسه من هنا ومن هنا. انا اتمنى ان تؤسس هيئه للتامين، لان عندها 36 مليار وغير كذا. مهم جدا دعم السعوديين في قطاع التامين، خصوصا قطاع التامين الان عدد السعوديين فيه محدود، وقطاع التامين قطاع واعد ونسبه الرواتب فيه عاليه، فانا اتصور انه قطاع واعد وفرصه مواتيه جدا لسعوده الوظائف فيه. الان تقريبا 42% المفروض انها تصل الى مستوى اعلى. جميل. بكثير. جميل. من هذا الجانب انا اشكرك دكتور عبد الوهاب، وأشكرك أستاذ عادل على المشاركة، والشكر موصول لك أستاذ معتوق، شكرا جزيلا لكم جميعا، والشكر كذلك للأستاذ مشعل الربيعان المتحدث باسم وزارة الصحة المشاركة معنا عبر الهاتف. قضيتنا مشاهدينا انتهت، خلونا نروح نشوف وإحنا لازلنا مستمرين بأن صوت المواطن دائما هو نسلط فيها الضوء على السعوديين المبدعين المبتكرين اللي يجيبون لنا يعني إنجازات صراحة تفرح. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع.
شع نور الطالبي عبد الملك الأسمري الذي سجل حضوره الدولي حاملا اسم المملكة العربية السعودية لحصوله على المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة خوارزمي الرياضيات. في الحقيقة عبد الملك لاحظت فيه من البداية حبه للرياضيات، واكتشفنا برنامج الخوارزمي الذي يعني بتطوير مهارات الطالب في العمليات الحسابية الأربع، وسجلنا في البرنامج وتفوق في البرنامج، وعملت مسابقة على مستوى المنطقة منطقة عسير وتأهل، وعملت مسابقة على مستوى المملكة وتأهل على العام الماضي على أمريكا في سان فرانسيسكو وحصل على الترتيب الثالث، والسنة هذه نفس الترتيب تأهل على مستوى المنطقة ثم على مستوى المملكة وتأهل يمثل المملكة في كوريا في سيول، وبرضها كذلك حصل على المركز الثالث في البطولة هذه. عبد الملك الذي عاد لمدرسته حاملا قدح الشرف لدولته ليكون شاهدا حيا للنبوغ العلمي والموهبة الفذة التي أشاد بها الجميع وحرصت عليها مدرسته لتصبح رسالتها السامية. المدرسة وجميع منسوبيها فخورون كل الفخر حقيقة بإنجاز الابن عبد الملك الأسمري وهذا التقدم الرائع الذي أحرز على مستوى العالم، وهذا ناتج عن رؤية المدرسة في تقديم تعليم متميز يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات المتعلمين في بيئة تعليمية جاذبة. هذا النجاح لعبد الملك سجل الجميع فيه سعادتهم، إلا أن زملائه الطلاب كانوا على قمة الفرحين به وأضافوه لنجاحاتهم وأعلنوا التحدي لمنافسة البطل في المواسم المقبلة لهذه المسابقة. أنا فخور بجائزة عبد الملك، إن شاء الله منافسة في العام القادم. والمبروك لعبد الملك الحصول للمركز الثالث على مستوى العالم. من ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة أبها سطع نور عبد الملك ليسجل حضور المملكة العربية السعودية دوليا في مسابقة الخوارزمي. القناة الإخبارية دلال عبيد أبها. عبد الملك مساء الخير. الله يحييك. يا هلا وسهلا. طبعا ألف مبروك، وهذا الإنجاز ما هو بإنجاز لك لحالك، ترى هذا الإنجاز لنا كلنا. الله يبارك فيك. الله يعافيك. إنجاز للوطن حبيب. أكيد أكيد. يعني كيف وصلت لهالإنجاز؟ أنا بودي تشرح لي يعني الخطوات حتى أنه ناخذك كمثال يحتذى فيه. أكيد يعني أول كل شيء التدريب، فأنا من وأنا في أولى تدربت إلى أن وصلت هذه المرحلة وتأهلت من على منطقة عسير بالمركز الأول، وتأهلت على مستوى المملكة أيضا بالمستوى الأول. جميل. وتأهلت بأمريكا في سان فرانسيسكو بالمستوى الثالث عالميا في برنامج الخوارزمي الصغير بأبها. جميل جميل. يعني عطنا نصيحة عبد الملك لزملائك وللأشخاص اللي بعمرك، كيف ممكن أنهم يوصلون للإنجاز اللي أنت وصلت له؟ يوصلون أكيد بالتدريب، وأقول لهم لا توقفون عند اللي فيه وزيدوا العلم على العلم. جميل جميل. مين شركاء نجاح عبد الملك؟ إذا جينا نتكلم عن أبوك، إذا جينا نتكلم عن المدرسة، يعني من هم الشركاء اللي ودك تشكرهم؟ ودي أشكر أبويا، هو نقطة السبب، هو اللي سجلني، وأشكر أمي اللي الوالدة دربتني ليل ونهار، وأشكر المدربة شريفة القحطاني اللي علمتني الصح من الغلط. جميل. عبد الملك احنا فخورين فيك كثير، فخورين، الله يكثر من أمثالك، وشكرا على حضورك، وشكرا على هذا الإنجاز اللي فعلا هو إنجاز للوطن. يعطيك العافية. وعافية. طبعا مشاهدينا جولتنا انتهت وختامها مسك، ختمنا هذه الجولة بعبد الملك الأسمري. ألف شكر يا عبد الملك، دمتم بحفظ الله ورعايته، كنت معكم أنا عزام العبيد، إلى اللقاء.